استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أهمية التواصل في تعزيز الروابط والصلات بين أبناء المجتمع البحريني، منوها سموه بأن ما يجمع شعب البحرين من ثوابت وقيم وطنية شكلت على مر التاريخ أساسا متينا للتلاقي والبناء والعمل المشترك لتحقيق الأهداف والغايات التي تصب في صالح الوطن وشعبه وتلبي تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الذي يقود مسيرة الوطن بكل تفان وإخلاص من أجل مصلحة أبناء شعبه. وقال سموه إن لقاءنا ومجالسنا هي فرصة نحرص من خلالها على أن نتحاور ونتبادل الرأي فيما بيننا حول ما يخص وطننا وشعبنا من قضايا وموضوعات والوقوف على متطلبات أبناء وطننا وحل ما يطرأ من مسائل، فلا شيء يمكن أن يشغلنا عن تحقيق تطلعات المواطن، لافتا سموه إلى أن التطلعات المستقبلية لمملكة البحرين كبيرة وأن الثقة في تحقيقها أكبر بفضل تعاون الجميع وتكاتفهم وسعيهم المستمر بحس واع ومسؤول وعمل يدعمه عزم وإصرار لتحقيق المزيد من الإنجاز.